على أعتاب جولة جديدة من مباحثات أستانا التي أقرت اتفاق خفض التصعيد. يبدو أن فكرة ضمان خفض التوتر لم تتعد هامش المحاصصة، فنقاط المراقبة في إدلب لم تشفع لوقف القصف على الرغم من كثرتها. الأتراك توافقوا على تأسيس نقطة في مطار تفتناز العسكري شمال إدلب لتصبح مطارا للحوامات التركية، فيما سيتم تحويل مبنى الإذاعة العسكري في مدينة سراقب شرق إدلب لنقطة عسكرية. وجرى الاتفاق على تحويل إحدى مناطق قرية تل الشيخ منصور الواقعة شرق مدينة سراقب لمخفر تركي، عدا عن قرار التموضع في قرية تل السلطان الواقعة بين مدينة سراقب وبلدة أبو الظهور للمراقبة، فيما سيتمركز الروس بناحية سنجار وسيقام فيها مخفر للشرطة الشيشانية، بينما ستكون خزانة مدينة خان شيخون نقاطا عسكرية تركية إلى جانب النقطة الموجودة في معسكر وادي الضيف، فضلا عن نقاط أخرى. هيئة تحرير الشام التي تتمركز في أرياف حماة وحلب وإدلب نفت الأنباء التي تحدثت عن دخول القوات التركية إلى مطار تفتناز ووادي الضيف، معتبرة أن ما يقال عن إعطاء مطار للحوامات التركية في تفتناز أو نقطة للأتراك في سراقب أو وادي الضيف أو خان شيخون أو اللطامنة أو كفر زيتا أو مخفر في الشيخ منصور عار عن الصحة. واستبعدت في ذات الوقت تسليم تل السلطان إلى القوات الروسية التي تستمر بقصف سراقب وخان السبل بإدلب، فيما تطالب موسكو مؤخرا بإنشاء نقاط مراقبة في عفرين حيث يتقدم الجيش الحر بدعم من القوات التركية.